هانسد موبايل برود باند عشان اوصل للالترا هاي ديفينيشن. ال4 جي انا بتكلم، لا يعني ايه، طيب يعني انا هنا مثلا اشوف فيديو 4K بس في زمن صغير جدا، ما يبقاش فيه ديلي. ونيجي للحاجات الفيرتشوال رياليتي. الفيرتشوال رياليتي يعني ايه فيرتشوال رياليتي؟ يعني انا عايز اشوف ماتش كوره مثلا اكني في الاستاد، فهيبقى في جهاز كده، الجهاز ده يبقى تلبسه حوالين عينك، هتلاقي موجود في الباوربوينت اللي ابعتها لك، فتقدر تشوف كل حاجه يعني. وفي كاميرات في الاستاد، الاثنين دول مربوطين ببعض، فهتشوف 3 دي، هتشوف ماتش 3 دي، اتفرج على الماتش 3 دي. مش بس كده يعني، يعني ايه يعني، انا اكني لما ابص كده واخد بالك، اكنك تشوف مين اللي حواليك في الحته دي، فاهم؟ وتبص كده تشوف مين اللي حواليك، مش اكن بس الكاميرا جايبه لك زاويه معينه على الماتش، لا انا ببص حواليا اكنك قاعد هناك في الاستاد. طيب انا هربط الكاميرات ديت بحضرتك وانت في البيت بايه؟ سرول ايه؟ سرول 5G نتورك. طيب ده عايز ايه؟ لا ده عايز انهانسد موبايل برودباند، ده عايز ثروبوت وريت عاليه جدا. حلو الكلام. فدي اول دايمنشن. كنا الدايمنشن ده دايما شغالين عليه، اه دايما شغالين عليه يعني، دايما بنبص على سيرفيسز بريتس عاليه. ودي كانت يعني قصتنا كده من اول ال 2 جي لغايه ايه؟ 3 جي عايزين ريت اعلى، 4 جي عايزين ريت اعلى. فمش دايمنشن جديد، ممكن الابليكيشنز اللي عليه تبقى جديده بس مش جديد يعني. يعني سمعنا عن الطلب ده قبل كده، سمعنا عن الطلب ده قبل كده. طيب واصلين لايه؟ واصلين احنا بنتكلم بدايتنا من ال 10 جيجا بت بير سكند لل 20 جيجا بت بير سكند بيك داتا ريت. او سيلز روبوت، ممكن نسميه ده سيلز روبوت. داون لينك واب لينك بنتكلم على 10 جيجا. حلو الكلام. ماشي. في دايمنشن تاني بنسميه اليو ار ال ال سي، الالترا ريلابل لو ليتنسي كوميونيكيشن، او هنسميه كريتيكال كوميونيكيشن. طيب ده ايه بقى؟ ده ايه؟ ده احنا يعني الطلب اللي احنا رحنا يعني اليو ار ال سي ده ريزلت، ده ريزلت. طيب كان ايه اللي وصلنا للريزلت ديت؟ ان احنا عايزين حاجه زي السيلف درايفنج كار. انا عايز العربيه تسوق نفسها. طيب ده موجود حقيقه حاليا؟ اه موجود يعني في امريكا حاجات كده، وعملوا تستات على حاجة كده، إنك تروح مثلا من البيت عربية ماشية تقريبا مسافة 30 كيلو لوحدها، ده السيلف درايفنج كار. طيب السيلف درايفنج كار ديت ماشية إزاي يعني؟ يعني اللي بيتحكم فيها إيه؟ هي كونكتد بكلاود. طيب تخيل كده الأوامر اللي بتجيلها عايزة ليتنسي عاملة ازاي؟ يعني مش عايزين غالية ليتنسي، اه يعني مش عايزين غالية ليتنسي اصلا، ايوه. وعايز، طب عايزة دقة، الاوامر عاملة ازاي؟ دقة عالية جدا. عشان كده الدايمنشن ده احنا بنسميه الترا ريلابل، ريلابل يعني فيري 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 اكيوريت، ما فيش نسبة او معتمد، بعتمد عليها جدا. ولو ليتنسي، لو ليتنسي يعني بنتكلم في 1 ملي سكند.
بنتكلم في 1 ملي سكند. هو ده عن بعد ولا انا ببقى في العربية نفسها؟ انت في العربية والعربية ماشية، بس ماشية لوحدها، ماشي لوحدها. طيب انا بتحكم فيها ازاي؟ يعني هي كونكتد، هي كونكتد بالنتورك. طيب يعني عايز مثلا سرعة معينة، او عايز اتحكم فيها يمين او شمال او كده ازاي؟ برضو انا عارف انها كونكتد بس ممكن بقى، يعني انا مش عارف الابليكيشن شغال ازاي، بس ممكن انت تكون، لو حد عارف يقول معانا، ممكن انت تكون هتدخل مثلا، هتقول اللي او ليه ليه انت ليه انت فاكر ان انت لازم تدخل سبيد؟ هي ماشيه في المدينه، السبيد تمام. بتاعتها فاريبل ديبند على في عربيه قدامها فبتقف. سنسورز وكده يعني ولا ايوه ايه؟ مظبوط. بس هي تختلف طبعا عن تسلا كار. تسلا كار تعتمد على السنسور الموجوده بداخلها، بينما هذه الكار هي كونكتد للشبكه، تعتمد على الابلكيشن زي الجوجل ماب. انت بتدخل تمام. الروت او الديستنيشن بتاعك وبتقول له درايف، فهو بياخذ الطريق وبشوف اذا في طريق كونجكشن، اذا في عندك لفه على اليمين لفه على اليسار، اذا اقترب من سياره ثانيه قبل بوقت توقف. طبعا مشان هيك كنا عم نقول انه فيري لو لاتنسي، فيري لو ليتنسي، مشان يعني تتجنب الحوادث، تتجنب الاصطدام إلى آخره. حلوة معلومة تسلا. ما اعرفش منكم، يعني عارف تسلا بس ما اعرفش انها ان تسلا تسلا سنسورز بقى جوه زي ما حضرتك بتقول كده انترنالي فيها. مظبوط مظبوط. لكن اللي احنا بنتكلم عليها هنا ديت هي كونكتد بنتورك وبيجي لها الاوامر ثرو نتورك. مظبوط. أنا قصدي عم بقول إنه هي تختلف عن تسلا تماماً، يعني تسلا هي مجرد سنسورز موجودة داخل الكار، اما السياره اللي بال 5G موصوله بال 5G، لا هي موصوله بنتورك ومش معتمده على السنسورز بس الموجوده بداخلها. فده ابلكيشن، وابلكيشن يعني ان انت تدي، هي غريبة دلوقتي، غريبة ان انت تقول انا هترست في العربية انها تمشي لوحدها، حاجة غريبة. بس ما نعرفش، ممكن وزن كمان يعني وقت قليل جدا تلاقي ان دي الحاجة العادية، زي ما كنا. انت يعني الموبايل نفسه، فكرة ان انا اتكلم وايرلس كانت برضه حاجة غريبة، بس بقى ده العادي. فانت ممكن تستغربها دلوقتي، او كلنا احنا مستغربينها، بس هي موجود منها، يعني مش مثلا كلام على الورق، موجود وممكن تتطور اكتر كمان بقى الفترة الجاية. طبعا بقى كل الريموت سيرجري، كل الميديكال ابليكيشن، التفكير في ايه؟ التفكير ان هو كل حاجة تكون ريموتلي، كل حاجة تكون ريموتلي. يعني ايه ريموتلي؟ يعني انا دكتور، مش لازم اتابع المريض بتاعي ان انا اروح اشوفه فيس تو فيس، لا انا ممكن وانا في مكاني انا اتابع حالته، تابع حالة العملية. يعني عملنا العملية خلاص، طب المتابعة بقى؟ لا المتابعة ريموتلي، أنا عندي سكرينز، السكرين دي جايبة لي كل حاجة عن المريض، كل الأرقام بتاعته، وبتواصل معاه. ده أكتر من كده كمان، إن أنا ممكن أعمل العملية نفسها عن بعد، تدي أمر للجهاز معين هيعمل كذا، تدي هانجكت حاجة بشكل معين، هدي. فاسمها ريموت سيرجري، ان انا اشتغل كل الميديكال ابليكيشنز بقى، وتخيل في الحكايه دي كلها تكون ريموتلي. طيب مين النتورك اللي ماسكه الحكايه دي؟ 5G نتورك. تحت انهي دايمنشن؟ تحت الدايمنشن بتاع الكريتيكال كوميونيكيشن، اللي هو اليو ار ال ال سي، ريلابل فيري ليتنسي وفيري لو ليتنسي. كان الكلام ده موجود 4G 3G، لا ده دايمنشن جديد، وبالتالي هنا انا ممكن بقى ابتدي افكر في منظور الكواليتي اوف سيرفيس بمنظور مختلف عن ما كنا بنفكر فيه قبل كده. مش ان انا واحد هاي بريوريتي يوزر والتاني لو، لا انا عندي هنا الابلكيشن نفسه او الدايمنشن ده نفسه بديله بريوريتيزيشن. واحد بيعمل عملية، الترافيك بتاع العملية ده فيري 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 هاي،
prioritized عن اي ترافيك تاني. ترافيك بتاع السيلف درايفنج كار ده برضه فيري فيري هاي prioritized. فالمنظور بتاع الكواليتي اوف سيرفيس نفسه هيختلف هنا بقى. طيب بس كده؟ لا، كل بقى الصناعات اللي نيجي نتكلم عن ان انت عندك مصنع، عندك اندستري، وبترن الاندستري دي كلها بماشينز، والماشينز ديت شغاله ريموتلي، بتاخد الاوامر بتاعتها عن بعد، او بتاخد الاوامر بتاعتها. يعني انا عايزك تكبر برضو اكتر معايا بمستوى التفكير، ان احنا هيبقى هنا عندنا زي داتابيز، او هنسميها الكلاود بقى، وان انت عندك هنا ديفايسز، والديفايسز دي الكلاود موجود عليها كل الانفورميشن، وبتبعت تحكمات للديفايسز ديت من سلول كلاود، من خلال الكلاود. ده المنظور الاكبر، يعني ان الكلاود دي متعلمة كل حاجة تبع الفيلد بتاعها. فالفيلد ده فيه كل حاجة هنا. يعني أنا عايز أقول إن إحنا ممكن نوصل إن مفيش تدخل بشري في أوبريشنز بتحصل حاليا، من خلال إيه؟ من خلال الكلام ده. طيب الكلاود موجودة والديفايسز موجودة، بس إحنا عايزين هنا نتورك يكاري الحاجات دي، مش بس بقى بسرعة عالية، لا ده بسرعة عالية وليتنسي قليلة جدا، وفيري فيري أكيوريت كونكشنز. فده اللي بيقول هنعمله ال 5G. حد عايز يضيف حاجة هنا في ال URLC؟ خلي بالك أنا ممكن يكون لأن إحنا بنتكلم في تكنولوجي جديدة، تكنولوجي لسه بيحصل فيها أبجريد بشكل قوي جدا، فممكن أنا يكون عندي هنا أبلكيشن مش عارفه، يكون أنت سمعت عنه فأقوله. يعني مفيش مشكلة. ممكن تطبيقات التحكم العسكرية. مثلا حكم عسكري، هي يعني هيعمل ايه؟ اطلاق صواريخ وكده طبعا، عمليات اطلاق صواريخ بالفضاء كمان ممكن. كل ده تحت ال URLC. طيب ده دايمنشن. في دايمنشن ثالث اللي هو احنا بنسميه الاي تي، او الماسيف كونكشن، او الماسيف اي تي. طبعا فكره الاي تي دي فكره موجوده، مش اول مره تسمعها، وكانوا شغالين عليها في الفور جي، بس واضح ان الفور جي ايه ما خدمهاش قوي. يعني الفكره كلها ان انت السمارت سيتيز، المدن الذكية. والسؤال، تعالى كده السؤال اللي هيخليك تتخيل شوية العملية دي راحة فين. انت مثلا سنة 2010 في بيتك كان عندك كام حاجة كونكتد وايرلس، او كونكتد بالانترنت، كام ديفايس؟ ودلوقتي عندك كام ديفايس؟ وسنة 2000 كان عندك كام ديفايس؟ فهتلاقي ان انت كل ما العدد السنين بيعدي، كل ما هتلاقي عدد الديفايسز الكونكتد في بيتك بالنتورك بيزيد. كل ما هتلاقي عدد الديفايسز كونكت، يعني زمان خالص كان الكمبيوتر، دلوقتي كان بعدها بشوية كمبيوتر وموبايل، بعد كده عندك كمبيوتر وعندك موبايل وعندك كمان الهيدسيت بتاعتك، وعندك بتتكلم في التلفزيون، بتتكلم لو عندك ثلاجة سمارت شوية، يعني واحدة واحدة كل حاجة كونكتد. طيب رايحين لفين كمان؟ رايحين كمان ان احنا بنقول طيب ما انا فاتورة الكهرباء اللي حضرتك بتدفعها، وفاتورة الغاز والحاجات دي، يعني الحاجات الحكومية. احنا في مصر هنا الراجل يجي بياخد منك الفاتورة دي، وممكن الفاتورة دي يعني مش عارف موجودة اونلاين ولا لا، بس انا قصدي ان انا كل الحاجات دي هتتحصل بشكل ايه؟
بشكل سمارت، انا مش محتاج تدخل بشري فيها، مش محتاج اروح ادفع الضرائب بتاعتي. الضرائب برضو تحصل بشكل ايه؟ كله through النتورك. فيبقى هنا هتحتاج كل كانتري بقى تشوف البوليسي بتاعتها وتشتغل، تشتغل تبع البوليسي ديت، لان دخلت كل الخدمات الحكوميه تابعه للايه. طيب العربيه بتاعتك كونكتد بالكلاود، الكلب بتاعك المفروض يبقى عنده سنسور وكونكتد يعني انا تتخيل معايا كده ان احنا الديفايس ما بقاش هانست. بدايه مع ال 5G احنا مش بنتكلم ان احنا، يعني احنا دايما بنقول ان احنا بنكونكت ديفايسز. الديفايسز دي كان هاندسيت، كان لابتوب محطوط فيه يو اس بي مودم ولا حاجه يعني. لا دلوقتي بقى انا عندي كل حاجه، كل حاجه كده حواليا في السمارت سيتس. في السمارت سيتس عشان بس انت تقول احنا فين دلوقتي، ما انا بقول لك في السمارت سيتس كل حاجه يكون فيها كونكتد بسنسور، كل حاجه فيها سنسور، والسنسور ده فيه باتري، الباتري دي بتقعد 10 سنين يعني لونج تايم باتري، والسنسورز دي بتبعت داتا للكلاود وبتستقبل داتا من الكلاود. فانا مش بكلمك على السيلف درايفنج كار، بس بكلمك على عربيتك اللي هي كونكتد بالكلاود وفيها عطل انت لسه مش عارفه او لسه مش هتعرفه غير لما تعطل، بس هي عملت ديتكت ان في عطل فبعتت للكلاود اسم العطل ده، فقال لها اه ده الالارم ده فيه كذا كذا ودي التفاصيل بتاعته، فيروح مبعت لك مسج على الموبايل بتاعك يقول لك اتفضل خلي بالك انت عندك عطل محتمل هيحصل في هنا، الحق ظبط الحكايه دي. الثلاجه بتاعتك كونكتد بالكلاود، في اكل ناقص كذا خلي بالك انت الاكل اللي ناقص عندك كذا وكذا وكذا وكذا، محتاج تجيب الاكل ده مثلا. متخيلين فاحنا بنتكلم ان احنا عندنا 1 يعني اللي جاي ان انت يبقى في 1 مليون كونكتد ديفايس في الكيلومتر سكوير. بنتكلم ان الكيلومتر سكوير بنتكلم على ان انت البدايه بنبتدي ب 1 مليون، وبعد كده ممكن تطلع بقى لاكتر من كده 10 مليون، بس بدايتك كده في حكايه السمارت سيتي وان كل حاجه تبقى كونكتد بالنتورك وكل حاجه فيها سنسورز، ان يبقى عندك 1 مليون كونكتد ديفايس في الكيلومتر سكوير. ال 1 مليون كونكتد ديفايس دول بيستخدموا نتورك مين؟ ال 5G نتورك او الموبايل نتورك. واخدين بالكم يا جماعة؟ حد عايز يعلق أي تعليق؟ فبنتكلم ان ال 5G عامل ازاي؟ تلاقي المثلث المشهور ده فوق كده احنا بنتكلم على ال enhanced mobile broadband، هنا على ال ultra reliable low latency، وهنا بنتكلم على ال massive IoT. دي كده ال dimensions الثلاثة اللي احنا عايزين نشتغل عليها، او لل 5G، او هي دي ال 5G use cases، الكيسز اللي هيشتغل فيها ال 5G في ريليز 15 و 16. ريليز 17 بيقول طيب ما انا
هتكلم في حاجات كمان، ان زود لي الباتري لايف، الباتري لايف بتاعت مين؟ بتاعت الهانسيت. حكاية ان البطارية بتاعتك تخلص وتتشحن كل يوم، لا بنتكلم في حاجة، في حاجة تانية غير كده. ليه البطارية ما تقعدش اسبوع مثلا؟ فهتلاقي بقى في دايمنشنز جديدة. مش عارف معايا سناب هنا منها، بس دي لسه مش يوز كيسز شغالة، بس ده اكسبكت انها تكون يوز كيسز. فين؟ في ريليز 17. بحطها لكم، مش موجود سناب هنا، هجيب لكم سناب ليها واقول لكم الاكسبكتد ايه. طيب ال2G، يعني هنا كان دايما ال2G وال3G وال4G بيفكروا في الجزء ده كده، كان التفكير هنا. الزيادة بقى بتاعتك ان هنا ده 5G وده 5G، ضافوا الجزئين دول يعني. ماشي، خدوا كده دقيقتين بريك ونرجع نكمل.
يلا يا جماعة، هي بينا. ماشي. ده ايه؟ ده مثلث الرعب عندنا، ال EMPP وال Ultra Low Latency Communication وال Massive IoT وال Massive Type Connection، Machine Type Connection، كلها بنفس الفكرة. يعني احنا هنا عايزين latency قليلة، هنا throughput عالي جدا، هنا density، connection density. تمام، كويس، ماشي. G requirement عندنا برضو كده شبه مثلث تاني عايزك تشوفه عشان تبقى عديت على معظم الحاجات المشهورة يعني. بس سؤال والله، ممكن لو سمحت. ايوه تفضل. device to device تحت اي بند تيجي هاي السيرفيس؟ device to device دي ممكن نحطها تحت بند تقريبا الماسيف ماشين تايب كوميونيكيشن، ممكن تحت البند ده الدي تو دي. يعني انت قصدك اتنين يكلموا بعض في نفس الوقت ولا ايه؟ تقصد ايه بالديفايس تو ديفايس؟ كار تو كار مثلا، او كار تو هيومان، او كار تو كار. لا، ممكن دي نقول لو ليتنسي. لو ليتنسي. كار تو كار هتبقى لو ليتنسي. تمام. لكن فكره ديفايس تو ديفايس ان يعني تو هاند سيت يكلموا بعض، الفكره دي كانت مع بدايه الفور جي، وكان يشترط ان هم يكونوا قريبين يقدروا يكلموا بعض على فريكوانسي، يعني ممكن يبقى مختلف كمان عن فريكوانسي النتورك. يعني كانت وحتى في لهم سرعة محددة بجوز بتصور كمان، وليهم ليهم لازم يكونوا في ديستانس معينة، النتورك بس بتنظم ليهم الكول، وبعد كده هم بقى ايه يكملوا الكول. مش موجودة في مصر، مش عارف متنفذة بره فين، مش عارف يعني هل موجودة عندكم الحكاية دي ولا. أنا والله ما بعرف صراحة إذا مسوب موجودة هنا ولا لا، ما عندي فكرة والله. طيب، فعندنا فين؟ ماشي. طيب عندنا ايه؟ بص، ال requirement ديت دي ال 5G requirement اللي عندنا. احنا بنتكلم عن البيك داتا ريت ده ال 20 جيجا، و يعني ممكن نبتدي من عند ال 1 جيجا. بنتكلم عن اليوزر بقى، يعني اليوزر اكسبيرينس ان هو يكون معاه ال 100 ميجا بت بير سكند. طبعا انا بكلمك البيج داتا ريت ده اللي هو السيلز روبوت. مش عارف يعني ايه السيلز روبوت، ده توتال سيلز روبوت، لكن هنا ده اليوزر اكسبيرينس. طيب السبيكترم افشنسي، جوده استخدامك للباندويت، جوده استخدامك للباندويت. كل يعني احنا كنا بنتكلم ان 4G السبيكترم افشنسي عاليه جدا، لا في ال 5G كلام اعلى كمان. الموبيليتي اقدر اسبورتك لسرعات يعني توصل ل 500 كيلو في الساعه. الليتنسي عايزين 1 ملي سكند. الكونكشن دينستي هنا وصل لل 10 باور 6، وممكن جدا نلاقي ان احنا عايزين نوصل لل 10 تو باور 9 بعدين، بس بعدين ممكن تظهر دي في ال 6 جي مثلا. الانرجي افشنسي ماشي،
الاريا ترافيك كاباستي، يعني قد ايه ميجا بت في المتر سكوير. كل دي حاجات بتحددها الاي ام تي 2020. يعني احنا كان عندنا حاجه اسمها الاي ام تي 2000، ده كانت الريكويرمنت لل 3 جي، وعندنا 2010 وعندنا 2020 دي الريكويرمنت لل 5 جي. طيب عندنا كده مثلث تاني ليه علاقه بالدياجرام الاولاني ده. ان عايزين اريا ترافيك كاباستي عاليه وسبيكترم افشنسي وبيج داتا ريت ويوزر اكسبيرينس، كل ده بيخدمه على الاي ام بي بي. كل ده بيخدم الانهانسد موبايل برودباند. طيب الموبيليتي اللي انا بسبورتك لسرعات عاليه جدا والليتنسي، ده بيخدم مين؟ بيخدم الالترا لو ليتنسي كوميونيكيشن. طيب الكونكشن دينستي ده رايح لمين؟ رايح للام تي سي، يعني مدخل معاها الانرجي افشنسي. يعني فده بيقول لك، يعني هو هنا رابط عايز يربط الريكويرمنت بالايه؟ بالدايمنشنز بتاعتها، ان هما حاجه واحده، يعني ان الريكويرمنت دي هتؤدي لنجاح الدايمنشنز بتاعتك اللي انت شغال عليها. وده تفصيل اكتر بالكوارتر هما كانوا ماشيين ازاي. احنا في 2021 في اول كوارتر ده احنا بنتكلم يعني ان ريليس 17 المفروض يكون في جزء منه اتطبق. ده ريليس 17، دي التفاصيل بتاعته، ان هو اتعمل له ابروف في اخر 2019، اشتغلوا بقى عليه. ده كده ده الحاجات اللي هي دي الدول الخريطة. يعني الخريطة دي كانت في مارس 2020، الأوبريتورز اللي إيه اللي عندهم ال 5G واللي لسه بينفستيجيتوا. يعني احنا هنا في مصر في عملية الانفستيجيشن. ماشي يا جماعة. طيب موضوع النتورك بقى، يعني الديبلويمنت نازل ازاي؟ يعني الكلام عندنا في ايه؟ ان احنا بنقول احنا عندنا 4G نتورك، يعني عارفينها كويس، اللي هي الكور والاير انترفيس بتاعنا. الاير انترفيس في الاينود بي، ماشي، ده الاير انترفيس. وبنتكلم عن الكور عندنا في ال ام ام اي والاس جي دبليو والبي جي دبليو والاتش اس اس. لو حد ناسي يقول لي، اعتقد اساتذه يعني في الكلام ده، مش محتاجين نراجع عن النتورك. ده الاير وده الكور. طيب ال 5G هينزل ازاي؟ يعني هل هو ستاند الون ولا نان ستاند الون؟ ده سؤال كده احنا محتاجين نسأله لنفسنا، هل هيكون ستاند الون نتورك ولا نان ستاند الون؟ معلش هندسة، يعني ايه ستاند الون؟ طيب ده سؤال كويس احييك عليه يا عمرو. بص يا معلم، ال 3G لما اولا ال 2G ستاند الون، يعني بدايتنا، يعني 1G ما نعتمدش عليها، 1G ده كان انالوج، حاجه صعبه. ال 3G هو نان ستاند الون، يعني ايه؟ يعني بيعتمد على ال 2G، جزء منه اعتمد على ال 2G. يعني ال 3G كور هو ال 2G كور. الاير بقى جينا قلنا في نيو اير، في تجديد في الاير، بس كنا
بنعتمد على الكور، فكده هو نان ستاند الون. نان ستاند الون لان في جزء منه بيعتمد على الجينيريشن اللي قبله او الليجاسي. حلو الكلام ده. طيب ال4G، لا ال4G ستاند الون سيستم ملوش دعوه بحد، نزل بكور جديد ونزل بايه، باير جديد، نزل بكور جديد ونزل باير جديد. ولو ان انت ممكن تقول لي طب انا غير، يعني انا عندي اوبريتور 3 جي، اه عملوا هنا ابجريد في الكور، حصل ابجريد، فالابجريد ده يعني انا اشتغلت كور جديد ومعاه اير جديد، ده فده ستاند الون سيستم. اوكي، الفرق ايه بين حاجه نان ستاند الون وحاجه ستاند الون؟ لا الستاند الون مكلف، هيخليني ان انا ما يبقاش في سموث كده ديبلويمنت، انا بنزل بدفع فلوس كتيره جدا لان مبتدي ستاند الون سيستم. بس في 4G، الـ 4G بقى ستاند الون، ممكن يكون ساعتها كان مكلف، بس هو قلل جامد الاليمنتس بتاعت مظبوط الرام، مظبوط، هي دي الميزه بقى، يعني هي دي دي الميزه بقى كور نفس الكلام برضو. مظبوط، ان الديزاين بتاعك هيبقى فيه فليكسيبيليتي احسن، في اوبشنز احسن هتاخدها من الستاند الون. يعني ال3 جي كان ليميتد بديزاين ال2 جي في الكور، فده ده عيب، بس ميزته ان انا ما بدفعش فلوس كتير كاوبريتور، انا اوريدي عندي 2 جي كور فطلعت اشتغلت على طول. لكن ظهر عندنا اوبريتور يشتغل 4 جي بس، زي تيليكوم ايجيبت ما كانتش موجوده، كان هو عندنا فودافون اتصالات اورنج. تيليكوم ايجيبت ظهرت مع ال4 جي وطلعت بستاند الون، لكن لو كان تيليكوم ايجيبت ظهرت مع ال3 جي كان لازم يبقى عندها 2 جي نتورك، كان لازم يبقى عندها 2 جي نتورك، لكن ظهورها مع ال4 جي ما خلاش عندها، ما كانش لازم انها يكون عندها 3 جي او 2 جي، طب ليه لكن بقى لازم؟ هو عشان هو بيعتمد على عشان بيعتمد على كور ال اه الموز بتاعت عشان يا عم عشان بيعتمد على كور ال بقول بيعتمد على الكور بتاع 2G. مظبوط، فلو هي عايزه 3 جي لازم هتروح عامله كور 2 جي. انما انا 4G كده هو النتورك لوحدي خالص ماليش اه دعوه، بس برجع حتى في السيركت سويتش فول باك برجع لل3G بس ده ناشونال و2G رومينج، برضو، بس ناشونال رومينج، بس ناشونال ناشونال رومينج، رومنج. ناشونال رومينج، واخد بالك؟ فدي النقطة يعني، فدي النقطة. فال5 جي بقى هيبقى ايه؟ ال5 جي عنده تو اوبشن، ودولة زي تشاينا عاملة كده نازلة ستاند الون، ممكن يبقى نان ستاند الون. يعني ايه نان ستاند الون؟ نان ستاند الون يعني هيعتمد على ال4 جي، نان ستاند الون يعني هيعتمد على ال4 جي، ستاند الون يعني ملوش دعوة بال4 جي. ففي النان ستاند الون عندنا هيبقى الشغل عامل ازاي؟ هيبقى الشغل ان انت عندك الاي نود بي والجي نود بي اللي هي 5G، يعني شوفوا كده احنا عندنا اصلا اوبشن كتيره. فالجي نود بي ده اسم البيز ستيشن في ال5G، ده اسم البيز ستيشن في ال5G، عندنا الاي نود بي وعندنا الجي نود بي، وهيكونوا دول كونكتد بمين؟ هيكونوا كونكتد الاثنين بالكور. فانت كده بقى عندك، بس يعني عملت ابجريد للاير، الاير بتاعك هو اللي بقى فيه 5G، بس الكور بتاعنا ايه؟ لسه 4G، وانت هنا هتبقى كونكتد بالاثنين دول، بالاي نود بي لو انت موبايلك بيسبورت 5G، يعني هيبقى كونكتد بالاي نود بي والجي نود بي. بس يعني في البداية كده ده هيبقى الماستر، وده طبعا الباك اب، وهيكون عندنا لينك للداتا ولينك تاني للسيجنالينج، هيكون عندنا لينك للداتا ولينك للسيجنال. طب عايزين نعرف بقى الفرق ما بين الاي نوت بي والجي نوت بي. لسه لا لسه في كلام، ده احنا هنقعد نتكلم فيه يعني.
تمام تمام كده. الفرق بس هو ان انا حطيت جي يونت بي مع الاي نوت بي في مع الريدي الاي في نوت بي وشغال بحاجه كده. انا كده عندي حاجه اسمها تول كونكتيفيتي. يعني ايه دول كونكتيفيتي؟ يعني كونكتد بالاثنين، كونكتد بالاثنين. تمام، فانا كونكتد بالاثنين، في دول كونكتيفيتي كونكتد ب4G و5G. ممكن كمان شويه اكلمك في حاجه اسمها السبيكترم شيرنج، وهو ان انا الانتنه عندي تشتغل بنفس السبيكترم للاثنين، لل4G وال5G. هنتكلم عن السبيكترم شيرنج، موضوع برضه موضوع تقيل يعني. او ممكن انا اطلع بقى زي في اوبشن تاني خالص، ان انا يبقى عندي جي نوت بي كونكتد بالاي بال5G كور على طول، يبقى انا كده شغال ستاند الون سيستم، ستاند الون سيستم. طيب ايه ميزه ده وايه ميزه ده؟ السيشن القادمه هنوضح الجزء ده بقى بالتفصيل، ونقول لك ايه ميزه كل حاجه. تعالى اوريك صوره كده، بص الصوره دي، الصوره دي مديانا كل الاوبشنز اللي ممكن الاوبريتورز يستخدموها. طبعا اوبشن 1 ده ال LTE اوبشن، ما عملش حاجه الراجل. اوبشن 2 ده ستاند الون 5G. اوبشن 3 ده نان ستاند الون، يعني عندنا اللي هو احنا متكلمين فيه بقى، ان احنا عندنا 5G وعندنا 4G وعندنا 4G كور. خلي بالك ده الاوبشن اللي معظم الاوبريتورز بتبتدي بيه، ومتقسم اوبشن 3 و3 اكس وكده هنشوفها لسه، بس الاوبريتورز المفروض تبتدي باوبشن 3 وبعدين تبقى تموف لاوبشن 2. الاوبريتورز المفروض تبتدي باوبشن 3 وبعدين تموف لاوبشن 2. طيب في بقى اوبشنز تانية كده برضو، دي لسه انا بنتكلم عليها بالتفاصيل، بس هو عامل ميكسات بقى. يعني ايه؟ في كذا ميكس. ميكس ان مره ان احنا يبقى كونكتد بال5G كور وعندنا دبل كونكتيفيتي، بس البرايمري هو ال4G، ومره تانية تبقى البرايمري هي ال3G. يعني قصه كده هنتكلم فيها بالتفصيل. ده شكل، ده مثلا حاجه كده في تشاينا بيقول قد ايه في ناس في تشاينا، عدد يوزرز في ال5G. طبعا مقارنه بال4G هتلاقي العدد صغير جدا، بس هي بداية أي تكنولوجي بتكون بالشكل ده، بداية أي تكنولوجي بتكون بالشكل ده. عنده أي تعليق على أي حاجة؟ لا تمام كده يعني in general لسه البداية برضو. لسه ما دخلناش في ديتيلز، بس هنبتدي بقى نتكلم عن السبيكترم، ونقعد ندي كده سيشن او تو سيشن في السبيكترم، سيشنز تانية في الديبلويمنت، عندنا سيشنز تانية عن النتورك، سيشنز تانية تكنيكال بقى اكتر ديتيلز عن الراديو الاكسس تكنيك شكله عامل ازاي، التشانلز انواع الكنترول التشانلز عندنا، سيشنز كمان عن المايمو، سيشنز تانية عن البيم فورمينج. يعني لسه في قصة، تقريبا متوقع ان احنا يكون عندنا 7 أو 8 سيشنز تانيين. في اسبوع هناخد فيه محاضرة واحدة، في اسبوع هناخد فيه محاضرتين. طبعا هنشتغل في رمضان، رمضان هتكون المواعيد بالليل يعني بعد صلاة التراويح. احنا تقريبا كلنا في نفس التايم تقريبا، استاذ عدنان معانا في السويد نفس التايم بتاع مصر، محمد معانا في الجزائر تقريبا سابق ساعة أو متأخر ساعة، فمواعيد رمضان ما تقلقوش منها. يعني طالب منك إن أنت تبتدي ممكن تقرأ برضو، القراية كويسة. موضوع ال 5G هيضيف لك بعد تاني في الموبايل كوميونيكيشن أنت ممكن ما تبقاش شايفه، في معلومات، كمية معلومات كبيرة. هحاول كل الأبديتس اللي على الساحة إن أنا أنقلها لكم، بحيث ان انت تشوف ال 5G بشكل كامل. واحتمالية إن هو يخش مصر إمتى كده؟ مش مصر يعني
الاحتمالية الطبيعية لو بنقيس 3G و2G فاحنا بنتكلم عن 2024، ده الاحتمالية الطبيعية. آخر 24 مثلا، دي الاحتمالية الإيه الطبيعية، زي يعني زي كده إيه، الـ4G ما نازل مصر كان 2016 مثلا. لكن ممكن جدا تحصل حاجة احنا مش متوقعينها ونلاقيه في آخر 2022 أول 2023 ممكن. احنا بنتكلم مثلا لو هقول على أورنج، كنا في نبتدين الكلام فيه فين؟ في 2019 ابتدى الانفستيجيشن تحصل في 2019. بنتكلم ان تيليكوم ايجيبت كانت عامله حاجه مع اريكسون في 2019 عن ال5 جي اتصالات، نفس الكلام في ترايلز في شغل يعني. فممكن جدا تلاقي على الاقل اوبشن 3 ظهر كمان سنه سنتين، ممكن جدا، ممكن اسرع من كده. ف خلينا نشوف الوضع ماشي ازاي. اقول لك حاجه تموتيفيتك، ان انت زمان لما الفور جي نزل كان الناس اللي عارفه فور جي مش كتير، وكان دي بتبقى حاجه ادد فاليو قويه جدا في اي انترفيو، فكان الناس الفور جي دول ناس بيتاخدوا على طول. فاحنا بنسعى لكده دلوقتي، ان انت بتعرف معلومات بدري عن اي حد، ف بتكون ليك اوبورتيونيتي اكبر بكتير جدا يعني. دي كل حاجه النهارده، اللي هبعت لكم المحاضره دي زي ما احنا عارفين طبعا المحاضرات نوت فور شير، فالمحاضره ليك انت بس، وكورس اليودمي هتلاقيه نازل قريب، ممكن قبل الكورس ده ما يخلص، ممكن مع نهايه الكورس ده برضه هبعت لكم ليه فري اكسس. الاسبوع ده محاضره واحده، الاسبوع الجاي باذن الله محاضرتين، هناخد جمعه غالبا جمعه واثنين، يوم الجمعه ويوم الاثنين. دي كل حاجه، باوربوينت استنوها يعني بابديت فيها حاجات، فابعتها لكم على نص الاسبوع كده بتاعت الجمعة المحاضره دي الجاية إن شاء الله. باذن الله، او ميعادنا الجمعه الجايه باذن الله. كله تمام، حد عايز حاجه يا جماعه اسالني في حاجه. تمام هندسة. تمام، تمام، الله يعطيك العافية. نراكم على خير باذن الله، مع السلامه.